ألغى نظام الإقطاع. هو القرار قانون الإصلاح الزراعي اللي عام 1960 ونقح المناهج الدراسية سن قانون الإصلاح الزراعي. نعم، وبالإضافة إلى أنه استحدث كلية انسحب العراق من منطقة الجنيه الاسترليني في وقتها، وانسحب حدد مناطق من الاستثمار لشركات النفط وانتزع بموجبه وانسحب من أحد الأحلاف اللي كانت بريطانيا اللي وبنى مناطق سكنية للضباط في منطقة اليرموك ومنطقة جيونة، وبنى مستشفيات ومدارس، وبالإضافة إلى ذلك أيضا حسن المعيشة واستخدم تمام، وسلح الجيش باتفاقية مع الاتحاد السوفيتي، وبنى الجسور، وكذلك وأصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد والبنى التحتية اللي هي المجاري وغيرها. نعم، وكانت في زمن عبد الكريم قاسم. نعم كمل. جاك في زمن أحمد حسن في زمن عبد السلام عارف. ايضا عبد السلام عارف هم عسكري هم زين. هسه خلينا بعبد الكريم قاسم. نعم، هذني كلهن انجازات اللي احنا هسه بدنا نستذكرهن. اكو يجوز بعد الحكم العسكري. لا، هو بالنسبه لعبد الكريم بعد سوى عبد الكريم قاسم غير هاي الانجازات. عبد الكريم قاسم لو ما التاثير الحزب الشيوعي في ذلك الوقت عليه ولا عبد الكريم قاسم لا غبار، رجل مستقل ما له علاقه لا بعثيه ولا بالشيوعيه ولا بالاسلاميه. مو هو في ذلك الوقت الشيوعيين واللي كان ابن خالته عبد شو اسمه المهداوي هو في ذلك الوقت كان شيوعي، فحسب على عبد الكريم قاسم انه هو شيوعي. ولكن انت لو ترجع يعني اكو كتاب الى المرحوم احمد فوزي اسمه عبد الكريم قاسم وساعته الاخيره، ويذكر بها انه عبد الكريم قاسم لم يكن منتميا لاحد الأحزاب، ولم يكن تكن له طائفة معينة، ولا كان يفرق بين شيعي وسني، وليس له أي علاقة بالمكونات، فقط أنه عراقي يتعامل بالقانون والنظام. زين، هسا إحنا قلنا الإنجازات شفناهن تمام لعبد الكريم قاسم، بعد أكو إنجازات. لا، مو بس هو إنجازات الشخصية كشخص. شنو إنجازات الشخصية؟ العفة المطلق. عبد الكريم قاسم ما كان يمتلك أي دار للعلم، هو قاعد في منطقة العلوية إيجار بثلاث دنانير و700 بالشهر. زين، ومن توفى يعني من صارت القتل في عام 1963 لقوا بجيبه دينار و700 فلس. وكانت كل الفلوس مالته يوزع على الفقراء. وكان يلتقي بالأيتام ويلتقي بالأرامل ويلتقي برياض الأطفال والمدارس، كان سنوين يلتقي يعني بالمدارس يسوي حفلات للمدارس. هاي حقيقة أنه عبد الكريم قاسم الرجل رحمه الله كان عراقيا أصيلا، استطاع أن يقود العراق لمدة 5 سنوات، ومع وجود يعني انقلاب. أنت لا تنسى أنه الانقلاب بالنظام السياسي ترى مو هين، يعني انت انقلبت من نظام ملكي الى نظام جمهوري، هذا صعب جدا. فاسس الجمهوريه وضعها عبد الكريم قاسم.